الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. أما بعد، بالأمس كنا تكلمنا في مقدمة الدرس على ثلاث معاني، وفي ناس طلبت زيادة إيضاح، وهو الفرق بين الواحدية والأحدية والفردانية، وما هو صورة تجلي هذه الصفات الثلاثة في الأكوان. وقلنا بالأمس أن الواحدية تقبل تعدد صور التجليات. أنت ممكن تقول واحد، تقول بعدها اثنين، تقول بعدها ثلاثة، ما إلى ما لا نهاية، وأي عدد بغير الواحد لا يوجد عدد، عدم. فممكن الواحد يظهر في صورة اثنين، وممكن الواحد يظهر في صورة ثلاثة، وممكن الواحد يظهر في صورة أربعة، ويظهر في خمسة. ده من ناحية حسابية كويس. يبقى الواحد يقبل تعدد صور التجليات وليس تعدد المتجلي، هناك فرق، تعدد الصور فقط. فالتجليات هي المتعددة، أما المتجلي فهو واحد. افهم النقطة دي هامة، حتى لا يقول اللي ما فهموش كده وفهموا الأولية غلط، قالوا على الأولية إن قالوا إن ربنا حل في الأكوان، فهموا الأولية غلط. الأولية لا، الأولية دول ربنا حافظ قلوبهم، لكن أحيانا يعبر بتعبير غير واضح مبهم، يعني هو عاش الحقيقة فأراد أن يعبر، قد يخطئ في التعبير فيخطئ، يخطئ سامعه في فهمه، لكن هو ما أخطأش في المعنى المنقدح في قلبه. خد بالك دي، لأنهم منزهون عن الخطأ، لأنهم بقوا أولياء حافظهم، لأن الله تاب على الأنبياء بالعصمة وعلى الأولياء بالحفظ وعلى العباد بالندم، فكل تائب، بس كل تائب على حسب مرتبته. فتوبة النبي كونه معصوم، توبة الولي كونه محفوظ، توبة الإنسان العادي العابد كونه نادم إما على فعل المعاصي أو على التقصير في الطاعات. فالكل واقف على باب لا تائب، تعرف دي كويس، لكن كل بمرتبته. فيبقى الواحدية تقبل تعدد صور التجليات مع لا المتجلي، المتجلي واحد، الصور هي المتعددة. مظهرها في الأكوان إيه؟ تغيير الصور. تبص تلاقي الإنسان ده ليه منظر، وده ليه شكل، وده ليه شكل، في أي صورة ما شاء ركبك. فيبقى تجلي الواحدية في الأكوان تعدد الصور، وعشان كده من أسمائه المصور، واضح؟ فالمصور مجلى من مجال الواحدية في الأكوان، وهو مجلى بصري، لكن هناك مجال غير البصر، هناك مجال يبصرها العين، مجال تبصرها القلب، مجال أخرى يدركها العقل في بحار المعاني. فقد تكون التجليات مبصرة، وقد تكون التجليات مسموعة، وقد تكون التجليات مدركة بالقلب، وقد تكون التجليات مدركة بالروح، وقد تكون مدركة بالسر. فكل عالم من هذه العوالم التي خلقها الله وثمرها فيك لها صور تجليات، كل يليق بمرتبة عالمه، والمتجلي واحد. فهمت بقى المسألة؟ دي نقطة هامة قل من نبه عليه. الأحدية بقى تختلف. الأحدية لا تقبل إلا الانفراد الذاتي، لا تقبل إلا الانفراد الذاتي. مثالها إيه في الأكوان؟ روحك، روحك أحدية، لكن جسدك واحدي،
يتعدد فيه الصور، لكن روحك تفضل زي ما هي. مهما تغير اثر جسدك، تعبان هزلان صغير كبير، روحك واحده وجسدك قاعد يتغير. بص لصورتك وانت في ابتدائي وفي كي جي 1، وتفرج على صورتك وانت معاك الابتدائيه، وبعدين وانت في الثانويه العامه، وبعدين وانت متخرج، وبعدين وانت عريس وعروسه او عريس وعرسه، واخد بالك زي ما تطلع. ثم صورتك بعد ذلك لما اتحلت على المعاش، وبعدين صورتك وانت راجل شيخ كبير بقيت جد ولك احفاد، مع ان روحك واحده في ده كله. انت تحس انك انت انت هو هو، ما تغيرتش، ذاتيتك هي هي. يبقى تجلي الأحدية في الأكوان واضح في الروح، وتجلي الواحدية في الأكوان واضح في الجسد. تعدد صور الجسد مع إيه؟ انفراد الروح. لا تقبل إلا الانفراد الذاتي. زي ما اديت لك مثال امبارح، ممكن الواحد يعمل عملية يشيل نص جسده، استأصلوا له دراعه ورجله بسبب حادثة مثلا، وهو كان اسمه عبد الله، وهو كامل الأعضاء اسمه عبد الله، دخلت لقيت رجليه الاثنين مقطوعين وإيديه الاثنين مقطوعين، بقى إيه؟ بقى ربع عبد الله أو نص عبد الله. تيجي تسأله أنت مين؟ يقول لك أنا عبد الله. لسه هو حاسس في ذاتيته إنه كامل، مفيش حاجة ناقص. ده اللي ناقص دي جسد، لكن روحه ما تأثرتش، وعشان كده لا تقبل الروح إلا الكمال، الانفراد والكمال، إنما الجسد يقبل النقص. خد بالك الأحدية لا تقبل إلا الكمال الذاتي، وتجليها في الأكوان في الروح. الفردانية بقى، خد بالك الفرق بينها بقى، دي حتة دقيقة. الفردانية تقتضي عدم التكرار، اللي هي تجلي التفريد. الفردانية تقتضي عدم التكرار. مثالها في جسمك بصمة الصباع، الدي ان ايه والجينوم، بصمة العين، حدقة العين، بصمة الصوت، كل واحد ليه حاجة بتاعته ما تكررتش. ده تجلي ايه؟ الفردانية. فتجلي الفردانية أنها تتعدد الصور ولكن لا تتكرر. هي متعددة صحيح، في 5 مليار بني آدم ماشي على وجه الأرض، لكن كل واحد منفرد، ما فيش واحد زي التاني في كل الوجوه، فهمت؟ لوجود الفردانية. فتجد أن الصفات الله كلها عاملة في كل وقت، في كل لحظة، ففيك الفردانية وفيك الأحدية وفيك الواحدية. فهمت بقى المسألة؟ والصمدانية فيك أيضا، وهي أن جسدك صامد لروحك، لولا لعاد ترابا، لأن الروح لأنها لا تقبل إلا الكمال، فالجسد يستمد كماله من صموده لها، فلولا صموده للروح ما استمد منها كمان. واضح؟ وعشان كده مجرد ما تطلع الروح يقولوا ايه؟ ما يقولوش بقى يسري، ده يقول لك الجثه هنوديها فين؟ واخد بالك؟ وساعات يقول لك الامانه، ويقول لك هتودي الجثه فين؟ والجنازه، ما بقاش يسري خلاص، ولا بقى محمد، ولا بقى عبد الله، ده بقى الجثه. واعز الناس ليك مش طايقينك تقعد على السرير لحظه، هندفنه امتى؟ ويجروا يجيبوا تصريح الدفن، ويجروا يتصل بالراجل يفتح التربه، ويجروا، يبقى مش طايقين. واخد بالك ليه؟ لان الجسد لو انفرد عن الروح، انفصل، عدل النقص تراب بقى، ملوش قيمه. فالجسد لولا صموده للروح ما كمل، وهو يستمد كماله من الصمود للروح، والروح تصمد لباريها. فيبقى الجسد يأخذ كماله بواسطة الروح التي تستمد من باريها، وهي لا تستمد من باريها مباشرة، بل تستمد من الروحانية المحمدية المستمدة هي من الله. فالله يمد الروحانية المحمدية لتمد سائر الأرواح، لأن روحانية سائر الأرواح لا تستطيع أن تستمد من الله مباشرة،
حتى المجالي الواحدية في الأكوان هي مجلى الواحدية في مرآة المحمدية، ثم بعد ذلك تنتقل من مرآة المحمدية على سور المكونات كل على وفق مراد الله، ولكن لا تستمد المكونات من الله مباشرة، لا تستطيع. خلق الله برزخا بينه وبين المكونات يمده ليمد، وأدي معنى البرزخ بين الأحدية والوحدية في الصلاة اليسرية. فهمت المسألة؟ هذه النقاب دقيقة ولا تجدها في مكان ولا في كتاب ولا أحد يتكلم عليها الآن، لكن لابد أنك تفهمها عشان تعرف إن ما فيش صفة بتعطل صفة. الله سبحانه وتعالى كل صفاته عاملة في وقت واحد، ما فيش صفة تعطل صفة، اعرف دي كويس، بل كله عامل في آن واحد. نشوف بقى الصلاة الأحدية وصلاة الواحدية في الصلوات اليسرية بتاعت الأسماء الحسنى، تقوم تفهم المعنى ده. اللهم يا واحد فلا يتعدد، يا من تجليت في المظاهر فأينما تولوا فثم وجه الله، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواحد وعلى آله عبدك الواحد الذي جعلته رحمة للعالمين، فصليت عليه لتمده بمددك فيسع الأكوان بتجليات واحديتك. واضح الكلام بقى بعد ما تشرح اتضحت الحكاية؟ صلاة نعرفك بها في كل شؤوننا ونراك بها أينما تولينا، فلا نجهلك في شيء ولا ننشغل بالمظاهر عن الظاهر ولا بتعدد التجليات عن الواحد سبحانه. صلاة الأحدية، اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب. ليه لا يتجزأ؟ لأنه لا يقبل إلا الكمال، الأحدية مجلاها لا يقبل إلا الكمال، فلا يتجزأ. اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب بأحديته في سرادقات عزه وظهر بواحديته في صور تجلياته، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان، بها ظهرت وبها رزقت وبها هديت. صلاة لا تحجبنا بمظاهر وحدانيتك عن سر أحديتك، فلا نعتمد إلا عليك ولا نستعين إلا بك ولا نعبد شيئا سواك، مهما تعددت وتغشتنا أنوار تجليات وحدانيتك، فلا كثرة تحجبنا عن أحديتك ولا وحدة تحجبنا عن وحدانيتك. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد يا الله. صلاة الصمدية، اللهم يا صمد، يا ملجأ القاصد يا غوثاء، فأنت مقصد الكل ومقصود كل عابد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الصمد وعلى آله الذي جعلته مقصد الخلق يوم القيامة، جعلته مقصد الخلق يوم القيامة، فلا شفيع سواه لأنه مقصود الحق من الخلق. صلاة تكون بها ملجأنا ونجاتنا ومقصدنا ومقصودنا وغياثنا وشفائنا، وتورثنا من هذا الاسم حتى نكون سبب الغنى لأوليائك وعبادك الصالحين، وعونا للمحتاجين وأمانا للخائفين، يا غياث المستغيثين يا الله. نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة،
رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره بالدارين آمين. قرأنا بالأمس الحديث 59، حديث جواز التنفل على الدابة في السفر، وهو مروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. الوجه الثاني فيه، تكلمنا عن الوجه الأول بالأمس، فيه دليل لمالك رحمه الله حيث يقول إنه يتنفل الراكب متوجها للقبلة كان أو لغير القبلة عند ابتداء صلاته وانتهائها. وده مش كلام الإمام مالك بس، والشافعي كمان، بس هو بصفة أنه مالكي فبيستدل بإيه؟ لإمام مذهبه، لكن أيضا الشافعية عندهم نفس الحكم، وكذا الأحناف وكذا الحنابلة، لأن الراكب لما يجي يصلي صلاة النافلة وهو راكب ومسافر، قبلته هي وجهته، وجهة سفر. هذا لو كان يصلي وهو راكب. طب لو بيصلي وهو ماشي، ينفع تصلي وانت ماشي ومسافر على رجليك، ماشي على رجليك ينفع؟ وفي الحالة دي تتوجه للقبلة مع تكبيرة الإحرام، وبعدين تلتفت لجهتك وتقعد تقرا الفاتحه وسورة البقر وآل عمران. ما انت ماشي بقى من بلاد الله لخلق الله، عايز تركع تروح واقف متوجه للقبله وراكع وساجد السجدتين وتروح قايم، تدي وشك للايه؟ للوجهه، خلصت انت لحد اخر المائده بقى في الركعه الاولى، تروح ماشي تاني تقرا الانعام وتقرا الاعراف وتقرا الانفال وتقرا التوبه طول ما انت ماشي شغال. الناس اللي بتسلم عليك في السكه تعمل ايه وانت بتقرا وبتصلي؟ ترد عليهم بالاشاره، كويس؟ ترد عليهم بالاشاره، لكن انت ماشي بتصلي وانت ماشي مسافر، لا يصح هذه الكيفيه الا للمسافر، ما تعملش كده في الفريضه. واضح؟ لان انت وانت ماشي على رجليك راكب رجليك، فهمت بقى؟ يبقى برضه ماشي راكب ورجليك راكبه النعل. لو انت حافي راكب رجليك، لو انت لابس نعل تبقى راكب النعل، عشان كده بيسموه مركوب. يعني في الارياف المصريه يقول عن النعل ايه؟ المركوب، لانك بتركب نعلك وتمشي. فهمت بقى المساله؟ يشترط طبعا انك انت طالما هتصلي وانت ماشي يبقى النعل طاهر، وتختار الموضع الجاف في الارض، كويس؟ عشان انت محتاج طهارة في المكان. يبقى لو كنت بتصلي ماشي تتوجه للقبلة في الاول وتنك ماشي وجهتك، وتتوجه للقبلة ساعة الركوع والسجود وساعة قراءة التشهد والتسليم، خلصنا ركعتين الحمد لله بعشر اجزاء، نبتدي نخش في ركعتين تانيين. ما احنا ماشيين ورانا ايه؟ مسافرين. في ناس كانت بتسافر شهور زمان، كانوا بيسافروا بالشهور، يجي من المغرب رايح الحج يسافر ست اشهر على ما يوصل مكه، وجاي من المغرب والاندلس، كان زمان كده. لكن لو انت راكب ركوبه طياره سياره اي حاجه، مش معقول بقى هتقول للراجل توجه للقبله، يبقى هتصلي وجهتك من اول الصلاه هي وجهه الكرسي اللي انت قاعد عليه. واضح؟ سهله الحكايه. وعلشان كده فيه دليل لمالك رحمه الله حيث يقول إنه يتنفل الراكب متوجها للقبلة كان أو لغير القبلة عند ابتداء صلاته وانتهائها، خلافا لمن يقول أنه أول إحرامه يحرم للقبلة وحينئذ يصلي حيث كان توجهه من الجهات. العلماء قالوا، الشافعية ليهم تفصيل، لو كانت سفينة يبقى أول إحرامك توجه للقبلة، يعني السفينة أنت قاعد تبقى أرض مسطحة واضحة، فهمت؟ لو كنت مسافر على سفينة وباخرة يبقى خلي أول إحرامك للقبلة، وبعد كده تتوجه زي ما تتوجه، ما تفرقش معاك بقى.
لكن لو انت راكب في اتوبيس ولا في قطر ولا بتاع ما تعرفش. يبقى ايه؟ يبقى على حسب وسيلة المواصلات اللي هي بتهيئ لك هذا او لا تهيئ لك هذا، فالامر على الساعة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ائتوا مما امرتكم ما استطعتم. فهمت بقى المسألة؟ وحينئذ يصلي حيث كان توجهه من الجهات، وهذا مصادم للحديث اللي هو بيقول لك لازم يتوجه للقبلة في اول الصلاة مطلقا بغير النظر. قال ده مصادم للحديث، لان الرسول بيقول لك كان قبلته ايه؟ راحلته حيثما توجهت، لانه لم يفرق فيه بين اول الصلاة واخرها. وهنا بحث، وهو هل هذا خاص بصلاة الليل كما ذكر في الحديث، او هو جائز في الليل والنهار؟ فان قلنا ان هذا تعبد يعني غير معلوم العلة فلا يتعدى به صلاة الليل، وإن قلنا أنه لعلة وهي التخفيف عن المسافر كما خفف عنه في المفروضة بأن وضع عنه شطرها فيتعدى الحكم لغيره، وهذا هو الأظهر إن المسألة تخفيف وبالتالي يتعدى لغيره. تبقى صلاة الليل نافلة الليل أو نافلة النهار سواء بسواء، وهذا هو الأظهر وعليه جمهور الفقهاء. فعلى هذا فيجوز التنفل للمسافر ليلا كان أو نهارا. وهنا بحث، وهو هل هذا مطلق في كل ما يطلق عليه اسم سفر، أي سفر، ولا سفر مخصوص؟ ده سؤال تاني. لو السفر، لأن احنا عندنا السفرين، سفر تقصر فيه الصلاة وسفر قصير لا تقصر فيه الصلاة، فهل الصلاة على النافلة إلى قبلة الجهة بتاعتك دي في الصلاة السفر الطويل التي تقصر فيه الصلاة، ولا أي سفر ولو كان قصيرا؟ فهمت المسألة؟ وهل هو هذا مطلق في كل ما يطلق عليه اسم سفر، أو لا يكون إلا في شيء محدود من جميع الأسفار؟ فالجواب أن نقول هذا موضع خلاف بين العلماء. فمن قائل أو فمن قال إن الصلاة تقصر في كل ما يطلق عليه اسم السفر، في بعض العلماء قالوا الصلاة تقصر في أي حاجة اسمها سفر، طالما ده اسمه سفر في العرف مش مرتبطين بمسافة. ده رأي فقهي برضه، وإن كان غير مشهور. المذاهب الأربعة حددوا مسافة، مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة قالوا لا، طالما اسمك مسافر فده متروك للعرف. كويس؟ يبقى لك أن تقصر في أي سفر اسمه سفر في العرف بغض النظر عن مسافته قد إيه. واضح ده مذهب، وإن كان غير مشهور بالعمل ده. أجاز له التنفل على قاعدة مذهبه إن هو أي سفر له أن يتنفل فيه وله أن يترخص فيه. ومن قال لا يكون إلا في مسافة معلومة وحال معلوم، مسافة معلومة قالوا 84 كيلو، دي المذاهب الأربعة على 84 كيلو في جهة واحدة، مش مثلا رايح بلد على بعد 45 وراجع تبقى انت تجمع الاثنين تقول انا همشي 90 كيلو، لا 84 كيلو في جهة واحدة. واخد بالك؟ ده اللي ايه عليه المذاهب المشهورة، ده السفر اللي يتنفل فيه من حيث المسافة. ثم من حيث حكم السفر لابد أن يكون سفر غير محرم، لأن مش معقول تعمل سفر محرم والشرع كمان يخفف عليك كأنه بيعينك على فعل الحرام. يعني واحد مسافر رايح يقتل واحد ظلما وعدوانا، يبقى سفر ولا محرم، فما يتنفلش ولا يترخص، يعني لا يترخص في السفر. واضح؟ واحد مسافر، لا ممكن مسافر من غير إذن أبوه وأمه، يبقى سفر معصية. أمه قالت له ما تسافرش يا ابني، قال له لا هسافر، سلام عليكم، ورزع الباب في خليتها وتنه نازل مسافر، ده اسمه سفر معصية. يبقى برضه لا يتنفل ايه الى غير قبلة، ولا يقصد الصلاة، ولا يفطر في رمضان، لانه ما ينفعش يترخص في سفر معصية. زوجها قال لا ما تسافريش، احنا الوقت في 27 رمضان النهاردة وما تسافريش، هنبقى نسافر نزور ابوكي في اسكندريه بعد العيد. قامت هي استغلت فرصه انه بيقعد في مسجد الاشراف مده طويله يصلي صلاه التراويح 6 ساعات صلاه ما بتخلص. راحت هي اول ما نزل لصلاه العشاء وعارفه ان هو مش هيجي لها الا على وش الفجر،
راحت نازلة من وراه سافرت لابوها في طنطا مثلا عشان مسافة قصر، وقالت هقعد معايا السفر ياخد ساعة ونص، هقعد معايا هناك نص ساعة وارجع في ساعة ونص، هيكون يا دوب لسه هو بياكل الفول والطعمية في مسجد الأشراف الساعة 3 وتلت، ولا من شاف ولا من در، يبقى سفرها ده اسمه سفر معصية، فهمت؟ فما ينفعش تترخص فيه، يبقى لابد ان السفر يكون سفر غير معصية، واضح؟ في ذاته، فما يكونش عاصي بسفره، لكن لو عاصي في السفر له ان يترخص. عاصي في السفر يعني ايه؟ يعني مسافر وقاعد يشرب سجاير، اهو ده عاصي في السفر، له ان يترخص. هو مسافر سفر مباح بس قاعد يشرب سجاير دون السكر، والسجاير معصية. او قاعد يعاكس الستات طول ما هو مسافر ورايح يصل رحمه، بس في الطريق يعني بيتسلم، واخد بالك؟ فيبقى ده راجل عاصي في السفر له ان يترخص، غير اللي عاصي بنفس السفر. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده يقول لك عاصي في السفر وعاصي بالسفر. العاصي بالسفر لا يترخص، والعاصي في السفر له ان يترخص. فهمت بقى المساله؟ فالأكثر من العلماء أنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر لا يكون معصية، لأن العاصي لا يترخص، وأن يكون قدر مسيرة يوم. عندك مكتوبة إيه؟ يوما. يوما وبعديها هو أجحفه. كل النسخ كده يوما هو أجحفه؟ بس الجملة كده مش راكبة، هي الظاهر فيها إشكالية. على أي حال قدر مسيرة يوم اللي هي 84 كيلو، لأن مسيرة يوم أيام زمان لما كانوا بيمشوها بأقدامهم أو مثلا بالبغل أو الحمار أو كده، كانت تتجمع مع الراحة اللي بياخدها الاستراحات، بتبقى إيه؟ لأنه كانوا يمشوا في النهار ويريح بالليل ويريح في الطريق كل شوية، عشان طبعا الحمار لازم إيه يشربه، والحمار لازم يجيب له برسيم، والحمار قاعد طول الطريق يخدم في حمار، واخد بالك؟ فبياخد منه وقت. علشان كده سيدنا عيسى ابن مريم كان ايه، ما عندوش حمار ولا حصان يركبه ولا حاجه، كان يمشي على طول برجليه كده، ودائما الترحال والسفر. فقالوا له يا سيدنا عيسى، ما تتخذ لك حمارا يعينك على السفر؟ فقال انا اكرم على الله من ان يشغلني بحمار. الحمار عايز ياكل، والحمار عايز يستريح، والحمار عايز، احنا فاضيين، فشغلان. المهم قدر مسيرة يوم اللي احنا قلنا تقريبا 84 كيلو، ويكون ما نحن بسبيله تابعا لهذا الخلاف لأنه رخصة، وكذلك نص عليه العلماء، ونص أيضا أنه لا تكون الصلاة إلا كما هو نص الحديث، ليس إلا وأن يقصد بإيماء وجه الأرض لا كور الراحلة، وعلى مذهب مالك رحمه الله. في بعض العلماء قال لك ان في رخص يترخص بها في مطلق السفر ولو قصير، وفي رخص يترخص بها في السفر الطويل. تفاصيل في مذهب الشافعي، هو ما ذكرهاش هنا علشان احنا بقى شافعيه ايه، ناخد راحتنا شويه. الشافعيه قسموا السفر من حيث المسافه الى سفرين، سفر قصير وسفر طويل. ايه القصير؟ اقل من 84 كيلو، والطويل 84 كيلو فما زاد. كويس. السفر القصير لك ان تصلي الى غير قبلة في وجهتك المعتادة نوافل، ولكن لا تفطر في رمضان، ولا تقصر صلاة الفريضة، ولا تمسح على الخف الا يوم وليلة. فهم؟ يبقى خدوا في رخص السفر القصير بس التنفل على ايه؟ على الركوب. ما لا يجمع ولا يقصر، ده سفر قصير، واضح؟ لكن ايه الرخص السفر القصير؟ انه يقدر يصلي وهو راكب القطر ورايح بنها، يقدر يصلي الضحى، يصلي مثلا ايه تطوع لله، ركعتين استخاره، ركعتين قضاء حاجه علشان ايه ربنا يقضي له مصلحته اللي هيروح هناك في بنها يقضيها، او شيء من هذا. بقى هذه على بعد 50 كيلو، فاهم؟ فيبقى ملوش في السفر القصير من الرخص الا انه يصلي على الراحله فقط، لكن مده المسح كمده المقيم
الفريضة تصلى كاملا بغير قصد وفي وقتها ولا جمع. فهم؟ نيجي بقى في السفر الطويل، الشافعية أجازوا مع النافلة على الراحلة باقي رخص السفر، إنه يقدر يقصر الصلاة ويجمعها، ويقدر يفطر في رمضان، واخد بالك، ويقدر يمسح على الخف 3 أيام بلياليها. واضح الكلام؟ في مذهب ثالث لأبي سعيد الاستخري، وهذا المذهب أنا كنت أراه بنفسي باجتهادي الخاص دون أن أقرأه لأحد، واتضح أن سيدنا أبي سعيد الاستخري نص عليه، وعرفت الحكاية دي بعد ما كنت أنا بعمله بحوالي 7 سنين، لأن أنا كنت مقتنع بيه بس كنت لا أصرح لأحد، لأن دي حاجة بيني وبين ربنا بعملها، أنا ماليش دعوة بغيري. إنك لو كنت بتتحرك داخل المدينة لك أن تصلي النوافل وأنت راكب داخل المدينة، أو أنت مش مسافر، ده أنا نازل من المقطم للسيدة عيشة، أقوم أصلي 2 ركعات من صلاة التراويح وأنا راكب، واخد بالك، على ما أوصل السيدة عيشة أكون صليت لي 4 ركعات، فأنا هصلي بقى صلاة قصيرة بقى، مش هنصلي صلاة ماركة مسجد الأشراف، صلاة يعني كده نقرأ فيها قصار المفصل، فهتلاقي نفسك تقدر إيه تجيب من الصلوات. أنا كنت برى هذا المذهب بناء على الآتي، التجربة الشخصية، إن أنا طول عمري حياتي زحمة لأني عندي عيادة وعندي عيانين وعندي عمليات وعندي 100 حاجة، فكان بيضيع مني سنن كتير بسبب زحمة حياتي، فقلت طب ما أنا أصلي السنن وأنا راكب العربية، واخد بالك، بيني وبين نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز لنبينا أن يصلي على الراحلة حتى لا تضيع رواتب فرائده، وأنا لو التزمت بالمذهب المعتبر الموجود هضيع علي طول عمري رواتب الفرائض بتاعتي، لا هعرف أصلي سنة الظهر قبلية ولا سنة بعدية، وكنت ساعات أرجع من العيادة الساعة 2 الفجر وأقول حب أصلي الوتر، أرجع تعبان أغمض عيني ألاقي الفجر جدا وضع علي الوتر وأصلي بعد صلاة الصبح والحاجة ملخبطة خالص. قعدت كده عدة سنوات ومتضايق أنا من نفسي، وفي نفس الوقت مش عارف أعمل السنن بتاعتي، فنظرت إلى علة إجازة السفر، إجازة الصلاة في السفر القصير في النوافل، قالوا حتى لا تضيع عليه رواتبه ومعتاده من عبادات، لأن أحب الأعمال عند الله أدوم وهو إنقاذ. فبناء على هذه العلة خدتها أنا بالنسبة لنا لحياتنا، فبقيت ايه اصلي سنه الظهر وانا ماشي لحد ما الاقي جامع اقام الصلاه، اروح راكن اصلي الفريضه واطلع اركب العربيه واصلي السنه البعديه، على ما اوصل المستشفى او العياده اكون صليت الظهر والسنه القبليه والبعديه، اتمتعت اخر متعه ما فاتنيش حاجه، وانا راجع من العياده بالليل في الطريق اصلي سنه العشاء البعديه واصلي الوتر واصلي 2 ركعات من قيام الليل، وبقت ايه اخر جمال معايا، لحد ما بقلب في الكتب كده من السنة اللي فاتت بس، قالوا ايه، وذهب ابو سعيد الاستخري من اصحاب الوجوه الشافعية على انه يجوز التنفل على الراحلة داخل البلدة لوجود علة التيسير حتى لا تضيع عليه، سبحان الله، طوارئ خاطر. فساعتها بقى تجرأت وقلت للناس اللي حواليا، فبقت زوجتي عرفت بقت تعمل زيي، بقى مش عارف بعض اصدقائي عرفوا ويعملوا زيي، تجرأت بقى اول ما لقيت سيدنا ابو سعيد الاستخري قال الكلام، انما قبل كده كنت بعملها لوحدي ايه، واي حد يقول لي حاجه اقول له لا ما فيش حاجه، فالحمد لله على هذه النعم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا ونكمل غدا ان شاء الله. الفرائض على السفينة تنوي، أصل السفينة بتقعد فيها أيام، والسفينة مسطحة، ده بقت مدن، ده فيها دلوقتي سفن بتلاقيها فيها حتى نوادي وحمام سباحة وملعب تنس وشغلانة، يعني عايش حياتك، يبقى أنت هتتوجه للقبلة وهتصلي من قيام ومن قعود وكل حاجة، ولك أن تقصر الصلاة وتجمع الصلاة. الفريضة في الأقر لا، أما تنزل، لكن السنة نعم. سيدنا ابن عمر، ابن عمر صاحبك بيروح معك النادي، ده شيخ كبير، سيدنا ابن عمر. أيوه.
ما هو دي مذاهب. احنا قلنا في بعض العلماء قالوا اصلا ان اي شيء يطلق عليه سفر مطلقا بغض النظر عن تحديد مسافه يجوز فيه الترخص مطلقا برخص السفر كلها. بس هذا المذهب غير مشهور. المذاهب الاربعه ما خدتوش. المذاهب الاربعه حددت المسافه اللي هي 84، خدت بالك؟ لكن هي في المساله دي اكثر من 8 مذاهب. طب حضرتك كنت قلت ان الشافعيه كانوا قسموا السفر لثلاثه. احنا حضرتك هتضيع علينا الصلاه بعد ما نخلص واحنا بناكل الطعميه نتناقش في المساله علشان بس عندنا شويه. اللهم صلاه القادر المقتدر. اللهم يا قادر يا مقتدر، فأنت على كل شيء تريده قدير، وأخذك لمن خالفك أخذ عزيز مقتدر. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القادر المقتدر وعلى آله الذي أقدرت قلبه ما لا تستطيعه الجبال فأنزلت على قلبه القرآن، وأقدرت لسانه فيسرت به كلامك بلسان عربي مبين، وأقدرته على إبلاغ وبيان ما أنزل إليه فواجه الأكوان بك حتى خرجت به من العدم واستمدت منه أسباب وجودها وهدايتها، فأضاءت به الظلمات وحيت به القلوب وأبصرت به العيون وسمعت به الآذان، صلاة تقدرنا بها يا قادر على متابعته وطاعته والقيام بما كلفتنا به على الوجه الذي يرضيك عنا، حتى نكون ممن قلت فيهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.